ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاع النهاردة هنقول ايه الفرق ما بين التايمر الغسالة النص اوتوماتيك اللي هو 6 طرف، والفرق ما بين التايمر الغسالة النص اوتوماتيك 3 طرف. بالمناسبة التايمر ده يشتغل على جميع انواع الغسالات النص اوتوماتيك، تمام، ايا كان البرند بتاعها. في عندي التايمر 6 طرف والتايمر 3 طرف، جالي اسئله منه كتير، هل ده ينفع يركب مكان ده او ده ينفع يركب مكان ده؟ هينفع، وعاملين فيديو كامل على الصفحه بتاعتنا، هتقدر تدخل على القناه وتشوف الفيديو. طيب ايه الفرق ما بين ال3 طرف وال6 طرف؟ ال3 طرف بيكون ليه 3 طرف، واحد اللي هو الكهرباء والاثنين اللفه اليمين والشمال بالشكل ده، وبيكون معمول عليه كوبري بالشكل ده. ده بالنسبه ل3 طرف. بالنسبه ل6 طرف ما بيكونش فيه كوبري، بيكون فيه 6 طرف سلك، واحد بيكون الكهرباء والاثنين بيكونوا اليمين والشمال اللي لون واحد، بيكون فيه طرفين تاني بكليبسات وطرف تاني بكليبس. الطرف اللي بكليبس الفرداني ده اللي جنب بتاع الكهرباء ده بيكون الكهرباء، وده بيكون بتاع اللفه اليمين والشمال. طيب هل ده ينفع يركب مكان ده؟ ينفع ده يركب مكان ده. هنيجي هنوصل الاطراف بتاعتنا، ال3 طرف دول زي ال3 طرف دول اللي راكبين في ال3 مفتاح، هيكون عندنا 3 طرف تاني. هنجيب الاخضر او البني ده هنوصله بالرمادي بالكهرباء، هنقفل عليهم ونسيب ده كده. الغساله هتشتغل معاك التايمر ال6 طرف بدال التايمر ال3 طرف.